قيل أن زوجك رجل أعمال مصري يعيش في فرنسا. ما حقيقة هذا الخبر؟ شكون قال لكم؟ شكون قال لكم هذا الخبر؟ ماشي شكون قال لكم؟ قيل صح؟ جو سي با جو باس. نقول لك علاش جو باس باسكو مانيش حايبه الموضوع هذا يقول لك هذه ما صدعت الزوجه تاع صرعتنا ولا غندير راكي تساليني على الزوجه. لا لا فقرت ما بين السطور نسقسيو على الانسان على شخصه وعلى حياته. ليس مصري ليس مصري انسان يعيش بين فرنسا وبلد عربي ودبي مي نو مش 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 مصري. شوفي باش نقول لك العشاء درناها في تقليدي جدا في السطح في دارنا باش نقول لك يعني حومتي كانت كاينه كامل جيراني باللي قراو معايا الناس كاع تاع الحومه وعادي وبصابو تاع الدار حاشاك يعني ماشي ما تشوفيش هذاك نو يعني هذا كان لازم سيتي الكورتاج سيتي كانوا عندي ناس جايين من برا حبيتهم يشوفوا قصر عثماني سيتي ثاني الثقافه بلادي كاين ناس استكبرت شويه كان الترويج ربما بيان سور ماشي نقول لك نعم بيان سور الناس اللي جاوني واحد ما كان ناويش نهار يشوف الجزائر وشويه كانوا مستصغرينها فقلت له روح تشوف.